لك رشيد عضو بجامعة عين العودة. كما حضرتوا معنا اليوم كانت استكمال الدورة العادية ديال فبراير. كانت عندنا احنا مجموعة من الملاحظات كمعارضة فيما يخص جدول الأعمال في الجلسة الأولى. كان كما شرط لي داخل الدورة أنه كان جدول الأعمال يفتقر إلى أو لا يهدف إلى المشاكل الأساسية التي تعرفها المدينة. ومن ضمن المشاكل اللي كنا اقترحنا في الجلسة الأولى كان على الأقل أنه يتم إدماج المشاكل التي تعاني منها المدينة، خاصة مشكل النظافة. إلى كما كتشوفوا الآن إلى ضربتي إلى درتي شي جولة داخل المدينة غادي يبان لك الأزبال المترمية في جميع أرجاء المدينة. وكان طلب ديالنا السنة الفارطة على أساس أن الجماعة أن تعاقد مع شركة ديال النظافة من أجل تجويد قطاع النظافة داخل المدينة. كذلك بالنسبة للإنارة العمومية أنه ما تمشي أنه تجويد الخدمات في الإنارة العمومية. إلى لاحظتي أن إلى جيتي ليلا هنا الجماعة غادي تلاحظ أنها تقريبا 90% أو 80% ديال المصابيح فهي مطفية، والشوارع خاصة داخل المدينة أنها تتعيش تحت العتمة ديال الظلام، وهذا تأثر على الأمن ديال المواطنين والسكينة. بالنسبة كنا كذلك من المقترحات أنه تجويد الخدمات نتاع النقل العمومي، خاصة إحداث بعض الخطوط الجديدة، وكذلك بعض الخطوط داخل المدينة خاصة في الأحياء الجديدة الجزئيات الجديدة، كل من الأطلس والفضل وكذلك الوئام وكذلك الفردوس اللي تتعاني هي كذلك من النقل العمومي في اتجاه مدينة الرباط. كذلك من ضمن المشاكل الأخرى اللي ما تمش التطرق إليها، كان لابد أن المجلس أنه يتنصب كمدافع ويترافع من أجل أنه إحداث مجموعة من المدارس اللي فيها نقص كبير في خاصة الجزئيات الجديدة، خاصة على مستوى الأطلس مستوى الفقرة، كذلك مجموعة من الأحياء اللي تتعاني أنها ما فيهاش مدارس خاصة الإعدادي والثانوي، وكذلك الابتدائي ولا الإعدادي ولا الثانوي فيما يهم الجزئيات الجديدة خاصة الأطلس. بالنسبة كذلك الاتجاهات الآن اللي كنلاحظوا إلى طالعتي الآن على جدول الأعمال، كتشوف أن جدول الأعمال غالبية النقط أنها تتجه نحو المساحات الخضراء وجزرادي وإلى آخره. هذه كانت هي ملاحظة كنت عطيتها داخل المجلس، أنه المجلس ما خصوش يتجه ما تجهوش مزيان نديروا الحدائق مزيان نديروا، ولكن هذه الأموال هذه كان من الأهم ومن الأجدر أننا نستثمروها في أشياء اللي تقدر تعود على شباب المدينة، سواء في التشغيل سواء في أشياء اللي تعود بالنفع على المدينة وعلى الشباب ديالها. بالنسبة كذلك كان من الأجدر كذلك أنه المجلس يقوم، راه شرط لها في الدورة الأولى، أنه يدير واحد الأيام ديال التشجيع ديال الاستثمار داخل المدينة، ويفتح المجال للشركات اللي تبغي تستثمر داخل المدينة من أجل استيعاب هذا الكم الهائل ديال المعطلين داخل المدينة، وخاصة أن عين عودة من النقط السوداء اللي فيها عدد ديال العاطلين مرتفع جدا داخل الإقليم. كذلك بالنسبة للأمن أننا شرط ليه كذلك بالنسبة فيما يخص الأمن، تبقى الأمن داخل مدينة عين عودة كما كتشاهد في السنوات الأخيرة أنها عرفت واحد الارتفاع صاروخي ديال عدد السكان، وبالتالي حتى الدرك الملكي رغم المجهودات الجبارة اللي كيقوموا بها أنها أصبحت غير كافية، ولا من اللازم أنه دخول الأمن الوطني إلى مدينة عين عودة من أجل استتباب الأمن داخلها، لأن ارتفاع الجريمة خاصة ارتفاع الجريمة وارتفاع هذه المسائل وارتفاع كذلك بعض الممارسات اللا أخلاقية من بعض الأشخاص اللي كيقوموا ببعض الممارسات اللي تتقلل من الأمن ديال المواطنين وكتزرع الخوف والرعب بالنسبة للمواطنين رغم المجهودات الكبيرة اللي كيديرها الدرك الملكي. وشكرا. كنا تقصينا من الشراكة اللي دار مع الجمعية ديالو اللي تقريبا راه هو اللي قايم بها من نهار بدات باش يقصي الجمعيه ديالنا اللي ازيد من 40 سنه رانا حل عينو في المدينه، راه حل عينو هذه الجمعيه حاضره وكاينه وكتنشط، وكيف يعقل ان الجمعيه ديالنا هي اللي كتحط الصف الثاني في عصبه الغرب في القسم الوطني الاول، محرومه من المنحه محرومه من جميع اي حاجه ديال الجماعه محرومه. علاش؟ حنا ما عرفناش، الرئيس هو اللي خاصو يقول لنا علاش. ولهذا كنتمنوا انه من يرفع هذه النقاط هذو كنستبشروا خير انه يقدر يراجع راسه ويدير حلول. ما يمكنش يقصي شيء، حنا
التعليمات الساميه ديال صاحب الجلاله النصراوي في جميع الخطابات ديالو ولا في جميع سميتو اللي كان يعطي التعليمات ديالو للولات والعمال باش تدعم الرياضه. الا هذا السيد هذا بغى يقصي الرياضه ما عرفتش انا فين تيفكر ولا كيفاش يفكر، ولهذا كنتمناو خير للمدينه وكنطالبوا الوالي السي العقوبي يتدخل ويجي يزور عين عوده. السلام عليكم، تنشكروا من بر بالبريس على الدعوه. بغيت نضيف المدى في الاخوان بالنسبه للنقط اللي ما تدرجوش اليوم هما اللي جينا عليهم على اساس حنا نعرفوا شنو المستجدات اللي كاينه اللي تخص الجمعيات. وتنهضر معكم كرئيس الجمعيه ديال التنس في عين عوده. حنا جمعيات مقصيه كما شار الاخوان، يعني جمعيه رياضيه قديمه اللي كتمارس منذ 79 وهي كتمارس كره القدم، الجمعيه الرياضيه ديال التنس مده 5 سنوات وهي مقصيه، رغم اننا اكتيف وخدامين راه كيشوفوا كل شيء بعينهم. حنا ما كنطلبوش شي حاجه، حنا كنطلبوا يتعامل معنا السيد الرئيس كجمعيه اللي كيتعاملوا معاهم. حنا راه كاينه شي حاجه غنقولوها كالحق غنقولوه، الباطل غنقولوه، شي حاجه غنصفقوا له على دابا اللي داز في الدوره عارضوا شي واحد في ديال الصحه، الصحه ما غيعرض فيها شي واحد. حنا في صالح نخدموا صالح المدينه، اللي في صالح المدينه راه حنا معاه، اللي مش في صالح المدينه حنا تنعارضوا. انه الدوره تكون مغلوقه هذه 16 سنه، جايه 16 سنه وبلاد ما تيدخلش كتجري. السيد الرئيس راه تيتعامل بواحد الطريقه اللي ما فيهاش ليونه، خصو يكون عنده ليونه. راك راي برلماني وراي الجماعه، تعامل بالليونه مع المجتمع. السيد الباشا درنا معاه لي اقفير بعد السوايع، ما كانش انا تنقول لي من المنبر تنقول السيد راه بقى لنا الشارع، حنا راه القديم محقونا، ما بغاش راه غنزلوا الشارع ولا الدوره الاخرى نجي نوقفوا لي هنا في الباب. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.